خلينا نتكلم كمان عن فكرة اهتمام مؤسسات كبيرة جدا في مصر وكتيرة في أو بفكرة الوعي البيئي. إحدى هذه المؤسسات اللي نجحت إن هي تحول مقلب قمامة إلى حديقة ومشتل على مساحة بتقدر بتقريبا نص فدان. عايزة أقول لك إن الحديقة دي تم الاستفادة منها في توفير مساحة خاصة للأطفال، وكمان إنها تنظم تدريبات مختلفة حوالين إعادة التدوير والزراعة والمحافظة على البيئة. خلينا نتابع. مع الاهتمام بالوعي البيئي، نجحت مؤسسة إزرع شجرة للتنمية المجتمعية في تحويل مقلب قمامة إلى حديقة ومشتل على مساحة نصف فدان. وفي هذه الحديقة يتم توفير مساحات خاصة للأطفال وتنظيم تدريبات مختلفة حول إعادة التدوير والزراعة والاعتناء بالبيئة وأهمية العديد من النباتات وفوائدها. ومنذ تأسيسها عام 2017 تنشر مؤسسة إزرع شجرة الوعي البيئي من خلال حملات وبرامج مختلفة، من بينها ورش عمل لزراعة الأسطح ومبادرات لزرع أكثر من 2 مليون شجرة حتى الآن. مشروع مهم ورائع، إعادة تدوير مخلفات العضوية إلى فيرمي كومبوست بيسموه في العالم الذهب الأسود. الذهب الأسود لأن قيمته عالية جداً، وكده يبقى احنا قدرنا نقضي على المخلفات العضوية ونحول مخلفاتنا إلى سماد بنزرع به الأورجانيك، يبقى كده قفلنا محبس أمراض سرطانية نتيجة إن احنا بنزرع حاجات أورجانيك، حاجات عضوية طبيعية. تاني حاجة، منعنا استيراد الأسمدة من الخارج، يبقى كده وفرنا عملة صعبة وقدرنا إن احنا بالفعل ننتج السماد ده. تالت حاجة، إن احنا إن الناس تاكل من إنتاج سطوحها وتبقى حاجة أورجانيك 100%.